عادة السياحة تتنوع بين السياحة البيئية الطبيعية التاريخية الثقافية أو الدينية الروحية. المنطقة اللي حنحكي عنها اليوم هي من المناطق القليلة بلبنان اللي جامعة كل أنواع هالسياحة واللي كتار بيزوروها إن كان بفصل الشتاء أو كان بفصل الصيف. اليوم منطقة بشري هي حديثنا بمشوار وهي من أحلى المناطق اللبنانية، وضيفنا هو أستاذ أنطوان توق وهو رئيس بلدية بشري. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. شو بتعني لك هيك بشري من الداخل؟ ما بتصور بتعدي فقرة البرنامج لنحكي بشري. ما بعرف، أنا علاقتي كتير خاصة فيها، يعني مثل علاقتها بكل الأرض اللبنانية، بس بشري كتير بتعني لي لأنه أنا اشتغلت ببشري طول عمري، وبشري حلم بتضل على طول حلم. بدنا نحكي عن هالجوانب السياحية. هي بشري فيها غابة الأرز ووادي قديشة ومغارة قديشة ومتحف جبران. شو اللي أكتر شيء مرتبط ببشري؟ جبران، خليل جبران؟ اللي ارتبط حتى قبل جبران، اللي ارتبط هو الأرز. على أبشاري بتختصر أكثر المقومات السياحية تبع لبنان. يعني إذا بدك تحكي سياحة دينية كنت عم تحكي، في عنا وادي قديشة وادي أنومين اللي اليوم موجود على التراث العالمي مع اليونسكو، واللي هو بيضم تاريخ الموارد بلبنان، التاريخ الثقافي والتاريخ الروحي، عدا عن السياحة الروحية أو الدينية بوادي أنوبين. وادي أنوبين بيشمل أكبر تنوع بيولوجي، وبنفس الوقت يمكن من المواقع السياحية اللي مأهولة مش متروكة يعني، واللي فيها مناظر رائعة. يعني أحلى صور بلبنان متاخدين من بوادي أنوبين. وادي أنوبين شغلة كتير حلوة، وإذا بتضلي تمشي فيه كل يوم بتكتشفي جمالات جديدة. يمكن طبيعة فوق، الطبيعة المتنوعة يلي مش طبيعة سهل، أو كل يوم تكتشفي شيء جديد حسب العين يلي عم تشوفي منها. يعني عيون يلي الزوار مش كلها مثل بعضها، صح، بس أي عين بدك إياها بتقدري تشوفي منها. وجبران، جبران، متحف جبران يمكن من المتاحف القليلة بالعالم بالجبال، اللي هو محفور بدير قديم، في شيء بيعود للقرن السابع وفي شيء للقرن السابع عشر، واللي بيضم أعمال جبران. جبران معروف ككاتب كشاعر، بس كرسام ما كل الناس بتعرف انه بالمتحف في حوالي 440 لوحة أصلية، يعني بين فيزان بين أكواريل وبين زيتيات أصليين يعني. وبالأيام العادية يعني في عندك 70-80 ألف زائر سنويا بمتحف جبران. سياحة ثقافية. هلا معروفة أكثر شيء بشري مدينة جبران، وهو بشري بالنسبة أدب جبران، صحيح جبران عاش بأمريكا، لكن كل كتاباته وكل أبطال قصصه، كل المحلات يعني الكادر أو الإطار الطبيعي اللي بيتحرك فيها موضوعاته هي طبيعة أنوبين وبشري. منطقته. إيه، بنطلع على الأرز. الأرز مثل ما بتعرف شعار لبنان، والأرز غابة دهرية يعني، والأرز اللبناني، ولبنان يعني أكثر شيء بلد الأرز، مثل ما بالعالم بيقولوا لبنان بلد جبران. يعني جبران هالبلد الصغير وسعه على مساحة الدنيا، صح، وهاللون المحلي عولمه، يعني صار في عولم لهالأماكن. يعني بتلاقي أماكن مثلا بتصير فيها أبطال جبران غابة الأرز، أو صارت أماكن عالمية. بالأرز فينا نحكي عن مدارج التزلج اللي هي بتصور من أهم مدارج بالشرق الأوسط مش بلبنان بس. ولما كان عم يحكوا بالاحتباس الحراري طلع إنه قد ما يصير في احتباس بتضل هذه المنطقة فيها تلج، لأنه بتتراوح بين علو 2000 ولحد 3000 متر. بعد الأرز في القرن السوداء اللي أعلى قمة بالشرق، وبعدين ننزل شوي في مغارة قديشة. مغارة قديشة المشوار على مغارة قديشة هو حلو قبل ما تفوتي على المغارة، بالإضافة لدروب الجبل يعني المشي. نحن عندنا مقومات كتير كبيرة، بس لسوء الحظ مشان ما بلش النهار بالنق. يعني مطلوب منكم مسؤوليات كتير لما بيكون بمنطقة واحدة في كل هال يعني هلا بالمركزية القوية. المركزية القوية كانت قبل الحرب بلبنان، بعد الحرب زادت. هلا إذا بتحسي ببيروت كل لبنان موجود ببيروت، إذا بدك تقطعي من شارع لشارع بنقعد ساعتين، صح،
السياحة بدها مقومات، أول شيء بدها بنى تحتية، هلا في ورشة بنى تحتية، يعني عم بينشغل على صرف صحي تنشال كل موية المياه المبتذلة عن الوادي، نحن بنسميها دورة قديشة. وقضاء بشري في 22 ضايعة. حوالي قديشة هيك بشكل دائري في 12 أو 13 ضايعة. هلا لما بتطلعي من مفرق شكة على أميون على كسبة لتوصلي على منطقة بشاري، يعني بتمرقي كل ضايعة مشهورة بشي. يعني ما فينا ننسى مثلا بعكفرة ضيعة برشارب اللي يعني سياحة دينية، وهالضيع مرتبطة بمواقع الطبيعية بقديسين، لكن كانت متروكة تاريخيا. يعني اليوم ما فينا نحكي بسياحة إذا ما في شبكة طرق، ما فينا نحكي بسياحة إذا ما في أمن بالبلد. يعني اليوم هلا بتشوفي إن كان بيروت، يعني حتى لا نحكي بالجبال، الحركة السياحية معطلة، في كتير فنادق وكتير مطاعم. طبعا هذا الشيء بينطبق على كل المناطق، إذا ببيروت اليوم لما بس يصير صار بس حدا بيزعل هو مرته من البيت بيقطع طريق. يعني كيف بدك تعمل سياحة مثلا حتى طريق المطار وقت اللي بتنقطع؟ أو واحد نحن اللبنانية مش الأجانب، بصير بالسياحة الداخلية بدك تسألي شو في بهالمنطقة وشو في بهالمنطقة. والسنة بشكل كتير بشع، يعني مثل ما بدك شايف الأوضاع هيدي بتأثر سياحيا. نحن بالنسبة لنا فوق يعني في مقومات، يعني كل الدعاية اللبنانية ممكن تصبفها. بسوء الحظ كمان عم بتكون الجهود السياحية جهود فردية، مش سياسة دولة، مش سياسة عامة، لأنه هيدي ثروات ما بتنترك كمان لأفراد، يعني هي ثروات وطنية مش ملك أهل بشري جبران ولا وادي أنوبة. عم بصير فيها اهتمام أستاذتو؟ هلا في اهتمام، هلا بدون ما أنا ما أحكي بدعاية أو شيء، بس هلا حاليا المسؤولين بشري، النواب حاليا بشري كثير عم بيشتغلوا على مشاريع طرقات، عم مشاريع يعني مجهود تحتية. فردي مثل ما عم نقول، إن كانوا نواب أو يعني مش مباشرة، بس أبعد يعني دورة قديشة كل سنة شقفة بتنعمل منها. هيدي بدها سياسة عامة، وبدها لي مركزية كمان، وبدها كمان اليوم إذا بدك تحمي البيئة وتحمل وتحافظي على جمال الطبيعة بدك مؤسسات أمنية فعلة، وبدك قوانين صارمة. الحمد لله هلا يعني مخلفات البناء كتير قليلة. نحن عنا أهم مشاريع تحريج، يعني هلا نحن عم نزرع السنة، عنا مشروع نزرع 50,000 شجرة. بالسنين الماضية لجنة أصدقاء الأرز زرعت حوالي 100,000 شجرة، لجنة الحفاظ على البيئة عم نرجع نجدد الأرز اللبناني. كمان شجر أرز اللي عم ينزرع؟ شجر أرز أكثر شيء بالجبال على العالي، يعني بمنطقة الأرز علو 2000 متر أكثر شيء الأرز. في اهتمام، هلا الوعي البيئي بلبنان هو وعي جديد، يعني ما عمره صحيح. زمان كم طويل. سنة؟ بس فوق هلا حاليا كثير في وعي بيئي، ما في اعتداء على الأحراج قليل، بس هي البلديات بدها تفعل دورها كمان، وبده يكون معها أداة تحافظ على الثروة الطبيعية. عندكم أداة ببلدية بشري؟ عندكم أداة للحفاظ على كل هالمسؤوليات اللي عليكم؟ ماشي الحال. يعني هلا بتعرفي تاريخيا لما بيكون في أحداث، لما البلد مرق بحروب، يعني بصير في تعدي على البيئة، بصير في هلا الخراب وقف هذا، وخصوصي انه ما حدا عم بيغطيه بالسياسه. بس تصليح الاخطاء الماضيه بياخذ وقت وبياخذ سنوات وقت. مرات بس هلا في شغله كثير مهمه، انه ما في غطاء سياسي لحدا بده يعمل مقلع او يقص غابه. هي بدايه عظيمه يعني. لا هيدي كثير منيحه، بس بدنا كمان نحن وزاره الزراعه تشد حالها، وزاره الداخليه تشد حالها، يعني هذا عمل مع وزاره الثقافه والسياحه والزراعه والبيئه، مش عمل بده يكون عمل متكامل، بده يكون متكامل ويكون في خطه. نحن بده يكون نحن عندنا هالهم هيدا كمان، وبنفس الوقت بده يكون في خطه لنقدر نحكي بالسياحه بلبنان. يعني بدي احكي شوي عن الاغتراب بالمنطقه، بهالمنطقه الكبيره في كثير من المغتربين خارج لبنان، وهل بيجوا بالصيف او عندهم اتصالات مع اهالي المنطقه؟ في نوعين من النزوح، يعني في النزوح الداخلي هو اللي بيصير بالشتاء من الجبال للمدن للسواحل، وخصوصي هالمناطق ما فيها تنمية. يعني ما في فرص عمل، ما في شيء. يعني نحن فوق القطاعين يلي ممكن نهتم فيهم هي الزراعة والسياحة، يعني بدك صناعة سياحية، بدك صناعة زراعية.
هلا منظر الضياع اللي بقضاء بشري بالشتاء بيحزن شوي، فاضي بتلاقي كثير بيوت مسكره، وحتى ان كان بالهجره الهجره الخارجيه، يعني اول مهاجر على استراليا بالقرن التاسع عشر كان من بشري، اول واحد من لبنان بيروح على استراليا. في كثير مهاجرين، هيدي بنشوفها احيانا وقت الانتخابات، بتلاقي على لوائح الشاطب مثلا في 40 50 الف شخص بالانتخابات يلي بينتخبوا فعليا، او الارقام اللي بتطلع 14 15 الف. هيدي بدها، هيدي ما فينا نحن هيدي الاناشيد انه يا مهاجرين رجعوا وما بعرف شو، ما هن الموجودين عم ينزحوا، الموجودين عم ينزحوا لعده اسباب. بدها سياسة كبيرة لتنمية الريف، جبال لبنان كلها فضيت مش بشرطي بس، صار كل لبنان ببيروت وصار كل لبنان ضاحية لبيروت. بعض المناطق المغتربين بيساهموا كثير بإعمارة بالإنفراستركتشر أو البنى التحتية أو غيرها، في هيك شيء؟ بلا، لكن احنا لبنانياً، لبنانياً بحكي بكل لبنان، نعم، بالأزمات الكبيرة أكثر شيء اللبنانية اعتمدوا على اللي بيقربوهم يلي بالمهاجر وين من كان. يعني المال الاغترابي لبنان هو اللي عم بخفف من الضائقة الاقتصادية، هو اللي عم بخفف من تقل الغلاء الموجود بلبنان. ببشري ايه في جالية كتير كبيرة موزعين وين من كان أهل منطقة بشري، وفيهم أسماء بالاقتصاد بالثقافة بالسياسة بالمهاجر. أكيد بمرحلة من المراحل مثل كل لبنان ساهموا إن كان بإعمار هالضياع، ساهموا بتخفيف عن اهلهم، وبعدهم متعلقين. ايه بس في سنه بس خلصت الحرب، بعد ما طلعوا السوريين من هون، تاري كل الناس كانوا ناطرين لا يرجعوا، تعبت الدنيا بشر. هذا كله مرتبط بالامن، لانه برا اللي بده يجي من برا الخبر، نحن بلبنانيا ممكن يكون في مشكل نتنقل وين ما كان، بس اللي برا بيستوهم. صح، سمعت لبنان، سمعت لبنان برا، سمعت لبنان مش حلوة، وهيدا نقار على التلفزيونات كل ليلة عم بزيدها، هيدا بيطفش الناس طبعا. تجي لتحضري تلفزيون ناس عم تتنقر مع بعضها، عم بتصب لبعضها، هيدا ما فيك تعمل سياحة هيك، ما ممكن. يعني انت بدك تجذب السايح، بدك تجيبي عم حل حلو، بالإضافة لبعض شغلات يلي عم بتصير اللي هي كتير مؤذية للسياحة. نحن إذا بدي أحكي عن منطقة بشري، منطقة بعيدة نسبياً عن بيروت، هلأ الشغلات الموجودة فيها مش موجودة بجبال بيروت. نحن السياحة العربية الخليجية ما كتير بتوصل لفوق، السياحة بدها تسويق، بدها ماركتينج، هيدي مهمتنا نحن، مهمة المجتمع الأهلي، لكن كمان مهمة الدولة كمان. في امكنه ينزلوا فيها اذا بدهم يزوروا بشري، في اوتيلات بشري، فيها فنادق فخمه، يعني بشري المدينه في اوتيلين كثير مرتبين، الارز كثير في اوتيلات وفي شاليات، ومنطقه بشري ان كان بحصرون في اوتيلات، وفيك بتتنوع يعني باسعارها بين حسب كل واحد شو بده. كمان في ناس هلا بلشوا عم بيحولوا بيوتهم لنوع من ال بأجرون، لا هيك بيستثمروا. نحن هلا بالكبلديه كثير عندنا فكره نشجع بيوت الضيافه. يعني اليوم واحد عنده بيت اذا كان تراثي، لانه البيوت التراثيه صارت كثير قليله بلبنان، البيتون هو اللي اكل الدنيا. مثلا نحن هلا في سياسه، في شخص من بشري اسمه منير رحمي بيقدم ارميد بلاش، اذا بدنا نعمل ارميد، اذا الناس بدهم يعملوا ارميد، وهلا صارت بشري ملونه حتى يحافظ على هلا الجيست هاوس او بيوت الضياف، انا بتصور مشروع كثير حلو، هيدا بيوفر فرص عمل للناس وبيعطي طابع الحلو. مفترض يعني يصير هيك، بلشت هالمشاريع الصغيره بس بدها تشجيع، لانه بدها قروض وبدها دعم. استاذ سوق، فترة التزلج وال يعني هالسياحه الداخليه اللي بتصير ما بتعود شوي عن نقص السياحه؟ ما بتعطي فرص عمل؟ بلا، نحن يعني اذا بدك تحكي منطقه بشري هي منطقه كدوره مقفله، انه مش طريق ترانزيت المحل او تمرق منها، صحيح بتمرق منها بالصيف
بتطلعي مشاري على الارض بتروحي بتوصلي على بعلبك، يعني بين مشاري وبعلبك ما في ساعه زمان. بس الارز ومدارج التزلج هي السبب الاساسي انه الناس تقصد المنطقه فوق. هلا مثلا سبت احد بتلاقي فول الاوتيلات والشاليات والمدارج مليان. نحن عاملين شغله بالبلديه بندعم بطاقات التزلج. بتعرفي رياضه التزلج رياضه مكلفه، ان كان بتيابة ان كان هي رياضه شوي ارستقراطيه يعني. نحن عم نحاول نحولها رياضه شعبيه وخصوصي بين الطلاب. نحن بندعم اسعار خاصه للبطاقات. هي شركه اللي مأجرينا الارض، بس نحن لاهل بشري مثلا ندعم الطلاب، يعني بدل ما بده يدفع مثلا 500 دولار او 400 دولار سيزون ممكن يدفع، نحن يدفع 50 دولار. السنه الماضيه كان عندنا 800، دعمنا 800 بطاقه تلهي الشباب عن مخدرات، بتلهيهم عن امور ثانيه. ورياضه السكي رياضه يعني بفترض كل الناس ليرجعوا يتاهلوا بلبنان لازم حتى يرجعوا يعملوا مهنه لهم اذا عملوا هالرياضه. لا بيدربوا كمان بيعلموا سكي، بالاضافه انه نحن عندنا ثلج طول السنه يعني حسب ما يجي الطقس. استاذ طوق، ان شاء الله بتضل هالمنطقه عامره وبتلاقي الاهتمام من كل الوزارات المعنيه من الدوله ومن المبادرات الفرديه كمان بتكمل، لانها بتستاهل ومنطقه حلوه كثير وفيها يمكن اكثر المناطق اللبنانيه اللي فيها هالقد انواع من السياحه. شكرا لك. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. انا بشكركم على هالفرصه اللي خلتنا نحكي عن بشار. قولوا الام تي في نحن ما بتغيب ولا عن مناسبه من المناسبات. عظيم، هيدا المطلوب. ولا مره. شكرا لك. نحن حناخذ بريك ومن بعدها رح نتابع لايف، خليكم معنا.